يا اما بيضرب عن الاعلام لشهور وسنين، يا اما بيصير كيف ما التفتت بتلاقيه قدامك على التلفزيون. زياد الرحباني واحلام التغيير الجميله. الرمزيه التي يمثلها لك السيد حسن نصر الله في هذا الزمن. الصامد الاكبر. والسيد الرئيس. بعد الرئيس الاسد. لا يا شباب، زياد ما بيخاف، ولو ما كان مقتنع بأبو حافظ ما كان مدحه. كان يضحك وقتها كتير، هلا بتشوفه مش شخص يضحك بسهولة. أهم الشي بالرئيس يكون حاطط العقدة وماشي وما يعمل حركات بلا طعمة، وهالشي لحاله بأهل أبو حافظ ليكون رئيس مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة. خمسة؟ أنا وين سمعنا بهالرقم؟ لا 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 يا شباب، بلا هالكلام الجارح، رجعونا لعن زياد، معقول ما شافوا بأبو حافظ غير إنه ما بيضحك؟ هلا أنت معجب بطريقة إدارة الرئيس بشار الأسد للأزمة التي مرت ولا تزال تمر فيها بلاده؟ طبعاً بالتنسيق مع الروسي، مع الروس والإيرانيين. لا الروس قبل، يعني الدولة الروسية أكبر من إيران حالياً. لا يا شباب، كم مرة بدنا نقولكم إنه اللي بقلب زيادة على لسانه هو قصده إذا إيران شربت الحليب ممكن تكبر وتصير أكبر من روسيا. إيه، وبعدين زيادة عنده مواقف من الدول اللي ما بتفصل الدين عن الدولة، ومستحيل يدعم دولة مثل إيران. مع فصل الدين عن الدولة يكون هذا مينيموم، هذا بعد كل هالسنين ما شافوا شو عمل الدين. شفتوا، خلصت أيام الحركات الدينية، هلا أيام الشباب والمجتمع المدني. يعني حمد لله لما اجى المجتمع المدني، لانه بقيوا هن ذاتهم اللي بتعرفهم انت، مش يجيك ناس ما بتعرفهم. مجتمع مدني بروسيا كان في 400. طب ليش شحاتهم بوتين بصبحيه كل مره؟ ليه مجتمع مدني اصولي ما بيجي الا بالبوتين العتيقه، بدهم ديمقراطيه وتغيير وحكي فاضي. مش يجيك ناس ما بتعرفهم، خصوصا اذا كانوا ناس مثل الموجودين بلبنان وسوريا وروسيا كمان. بوتين هذا املنا، يعني هذا زلمه انا برايي هو اليوم امل للبشريه، بكفي شو عمل لهذا الوضع بالشرق الاوسط. بوتين امل البشريه، خلصنا من المجتمع المدني، وعلى يده رح تخلق حاله سياسيه جديده قائمه على التوازن بين الحركات الدينيه والدول العلمانيه بعيده عن المجتمع المدني. بس انا بتصور اذا السيد نصر الله اجتمع ببوتين، هذه دائما بتصير فكر فيها وتصورها، هذا اهم شيء بيصير بالعالم اليوم. اكيد حتصير هالقمه التاريخيه، بس يخلص بوتين تشفيط بالقرم مع سماحه السيد الكسندر زالدوستانوف زعيم عصابه دياب الليل. اكيد رح يلتقى بسماحه السيد نصر الله زعيم عصابه حركه حزب الله. واهم شيء لازم تكون هالترتيبه كلها واقفه مع الشعب ومصالحه. لازم يكون مع الشعوب، مع الشعب دايما. وما حدا بيوقف مع الشعوب وتطلعاتهم غير هالشباب الطيبه وزياد الرحباني.